اذا هاد السنه ان شاء الله غادي نرجعوا تظاهرات قفطان اللي في دوره ديالها الرابع والعشرون آه بعد واحد القطاع اللي فرضته علينا الازمه الصحيه العالميه هذه آه العوده ديال قفطان بغينا تكون بواحد الشكل متجدد ومختلف اللي آه ما غاديش يبقى آه فقط عرض ازياء آه بوحدو كيبقى عرض الازياء ولكن غادي نضيفوا عليه عديد من الفعاليات في اطار اسبوع القفطان اسبوع القفطان غادي يكون في مراكش ان شاء الله من 9 الى 12 مايو يعني الشهر المقبل ان شاء الله وغادي يكونوا فيه كما قلت واحد الفعاليات عديده اللي كنحاولوا نبرزوا من خلالها جميع جميع الوجوه ديال القفطان وجميع الفعاليات ماشي الفعاليات جميع المشاركين والمكونات اللي كت اللي يكون ويتجدد بشكل مستمر كما هو الحال في المغرب يعني غيكون واحد المهن ديال اللي اللي عندها علاقه بالقفطان، الصابره، الحرير، السفيفه، العقاد، كاع المدن اللي هما هذه المهن اللي هما عريقه واللي هما متاصله في المغرب واللي فيها واحد الاختصاص اللي معروف به المغرب ومعروفه به الصناعه التقليديه المغربيه، غادي يكون واحد المتحف ديال ديال القفطان اللي غادي يكون فيه كذلك واحد. غنعاودوا فيه تاريخ ديال ديال القفطان وغادي نحاولوا نبرزوا من منين جا وكيفاش تطور وكيفاش انه من ديما كان حاضر في التقاليد المغربيه عندنا كذلك واحد الورشات على شكل ماستر كلاس اللي غادي يكونوا فيهم خبراء واسماء متميزه في عالم الموضه اللي غادي تشارك مع مع شباب في في المدارس وفي معاهد التكوين اللي غادي تشارك معاهم الخبرات ديالها وتعطيهم نصائح وكذلك عندنا واحد العرض الازياء اللي هو خاص بالشباب خاص بالمواهب السعيده اللي غادي يكون في 10 ماي يعني هذه السنه هذا 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 زعما شيء جديد اللي غادي نديروه هذا العام هو اننا خصصنا لهم عرض ازياء ديالهم واللي غادي يربح في عرض الازياء هذا العام يعني اللي غادي يكون نصوت عليه لجنه التحكيم اللي غادي تكون هذا العام غادي يربح حق التذكره المرور ديالو وخمسة 2025 ان شاء الله دوك هادشي كله المغرب ارض القفطان وحنا بغينا نبلوروها من خلال هذا البرنامج الغني بالفعاليات التدهورة ديال هذه السنة ديال 2024 هي تدهورة جديدة في الكونسيبت ديالها عندها واحد البعد كولتوريل وتاريخي دياله من من على القفطان فلو بوت ديالو من ديجا من لاتيماتيك اللي تنزلات انه كيعبر على لو ماروك تيغ دو كافتون يعني المغرب كله من طنجه حتى الكبيره ارض اللي كتعتني بالقفطان كتعتني بالميتي ميتي دار دو لا مود ديال القفطان كتعتني بالصانع المغربي كتعتني بالثقافه ديالنا المغربيه اللي هي القفطان المغربي اللي كيتلبس في جميع هذا فالتدهور ديال هذا العام اعطات واحد الفرصه للشباب انهم يشاركوا في لو ديفيلي ماشي هو لو غران ديفيلي مي لو ديفيلي ديالهم بوحدو باش غادي نختاروا منهم يعني لو ديزاينر يعني لو جون تالون اللي غادي يقدم لنا احسن صوره ديال القفطان المغربي كيف تيشوفوا سولون لا تيماتيك ديال هذا العام هذا فغادي يكون ان ديفيلي لا في ديال لو ديفيلي كافطان فيه 8 ديال لي جون تالون اللي تختاروا بواحد الطريقه يعني تري مينيسيوز لي دوسي ديالهم تختاروا بطريقه نزيهه جدا طلبنا منهم انهم يعملوا لنا واحد الخدمه اللي هي جديده عليهم يديروا واحد المجهود كبير يحاولوا يبينوا لو سافوار ديالهم ويبينوا شنو يمكن لواحد الشاب مغربي اليوم تعيش في هذه هاد ليبوك هذه كيفاش كيشوف القفطان شنو هي النظره ديالو للقفطان المغربي الاصيل اللي يخصه يواكب الموضه وفي نفس الوقت يبقى عنده الاصاله ديالو هذا هو الهدف اولاديان يعني ودائما تدهور ديال القفطان من نهار بدات في التسعينات وهي كتواكب الشباب فهذه العمادات تعطى واحد ل... تعطى فرصة آه اللي هي كبيرة أنا كنعتبرها فرصة كبيرة آه اللي خاص الشباب يغتنموها باش يعطيونا الماكسيموم ديالهم ويبينوا لنا اليوم آه شنو هو القفطان بالنسبة ليهم وكيفاش هما أون كرياتور تيبغيو يشوفوه ديروا لايك وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد لاله فاطمة